انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت أهل اسمها نهلة ولا نهى معرفش ما بتفرقش معايا مش عايزه اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناة على اليوتيوب صار من مليون مسيحي في مصر 1,160,000 أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش وإحنا تايهين وإحنا مش عارفين حتى نرد عليها. هقول مع الكنيسة وشوف ولادك و... طبعا ده هياخد وقت. مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو تطور تجارة البركة داخل الكنيسة المصرية. يمكن البعض ما يعرفش ان البركة اللي بنسمع عنها دايما مش بس موضوع روحي لكن بقت جزء من بيزنس كبير بيتم ادارته بشكل احترافي ومبالغ مهولة سواء بمعرفة الكنيسة او احيانا بعيد عنها. في مقال الكاتب عادل جرجس في جريدة روزا اليوسف بعنوان بيزنس البركة تجارة بآلام المسيح، الكاتب بيؤكد ان الموضوع بقى اكتر من مجرد طقوس دينية وتحول لعملية تجارية مربحة جدا. في الحلقة دي هنحاول نلقي نظرة على المراحل المختلفة لتطور التجارة دي وازاي بقت جزء من حياتنا اليومية. اولا مسحة المرضى او انديل بقرش. الانديل او سر مسحة المرضى هو واحد من اسرار الكنيسة السبعة اللي الكاهن بيقوم بيها في بيت المريض. القصة انه بيكون في وعاء صغير طبق يعني بيتحط فيه شوية زيت وفتيل ويتقال عليه شوية صلوات وبعدين يتولع وبعدها الكاهن يمسح المريض بالزيت ده. الاباط عندهم اعتقاد قوي في بركات الانديل ده وعلشان كده الموضوع تطور وبقى الكاهن بيعمل الانديل ده في البيت سواء في مريض او مفيش علشان بركات صلوات الانديل تعم على البيت كله. زمان ولغايه وقت قريب الكهنه كانوا بيعتمدوا على عمل الانديل ده كمصدر رزق لان الكنيسه كانت فقيره والدخل كان قليل جدا. الكاهن كان بياخد قرش صاغ مقابل عمل الانديل وبالرغم ان القرش ده كان مبلغ بسيط جدا لكن لما الكاهن يعمل اناديل كتير في الشهر كان يجمع مبلغ مش بطال يساعده على ظروف الحياه. وطبعا ده مش ضد قوانين الكنيسه لان القديس بولس الرسول قال خادم الانجيل ياكل من الانجيل. وكان الانديل وقتها وسيله للتواصل بين الكنيسه والشعب لان الكاهن بعد ما يخلص صلاه الانديل كان ممكن يفسر بعض نصوص الانجيل ويجاوب على اسئله اهل البيت الدينيه وده كان بيقوي ارتباط الشعب بالكنيسه. لكن مع مرور الزمن يعني من حوالي 50 سنه تقريبا الانديل ده اختفى وبركاته راحت من البيوت وما بقاش الكاهن يزور البيوت زي زمان لان الكهنه دلوقتي مش محتاجين للقروش الضئيله دي. حياتهم اتغيرت وبقى من ركاب العربيات الفارهه زي العيون والقمر. طيب ايه اللي حصل وخلى الامور تتقلب بالشكل ده؟ ثانيا الشوق للاماكن المقدسه. لما البابا شنوده قرر يمنع زياره الاقباط للقدس ده كان مع بداية عصر الانفتاح اللي ظهر فيه طبقة من الأثرياء وبقت البلد في حالة انتعاش اقتصادي شملت كل الطبقات. الكنيسة جزء من البلد وبالتالي الرفاهية اللي ظهرت على الشعب شملت الكنيسة برضو. لكن كان في مشكلة رغم ان الشعب بقى عنده فلوس الفلوس دي ما كانتش بتدخل الكنيسة بالقدر الكافي. قرار البابا بمنع زيارة القدس كان زي طاقة القدر اللي اتفتحت للكنيسة. الأباط كان عندهم رغبة جديدة في زيارة الأماكن المقدسة خاصة أنهم بقوا يقدروا يتحملوا نفقات الرحلة دي. لكن بما أن مفيش حد يقدر يخالف قرارات البابا كان لازم الكنيسة تلاقي بديل للأماكن المقدسة جوه مصر. طيب إزاي ينجح المشروع ده؟ كان لازم يتوفر ثلاث حاجات. واحد أماكن مقدسة.
زي ما القدس بتاخد قدسيتها من إنها المدينة اللي عاش فيها المسيح، مصر برضو ممكن تعتبر مقدسة لأنها كانت محطة هروب العائلة المقدسة، وكل كنيسة على خط سير العائلة المقدسة تعتبر مكان مقدس. 2، مصادر للقداسة. الكنائس والأديرة اللي عدت عليها العائلة المقدسة هتنتعش ماديا، لكن باقي الكنائس الحل كان ان كل كنيسة تبدأ تدور في تاريخها وتاريخ منطقتها الجغرافية عن الشهداء والقديسين اللي ماتوا في عصر الاستشهاد، وتعمل لهم مزارات واحتفالات. لكن علشان الناس تروح وتتبرك كان لازم يعرفوا عن القديسين دول، فبدأت حملات دعائية زي أفلام فيديو بتسرد حياة ومعجزات القديسين دول. ظهر منتجين زي دار أنطون بشبرا لصاحبها وجيه شفيق اللي كانت بتنتج أفلام بجودة عالية وتقنيات حديثة، وكمان بقت فيه كتيبات دورية بتحكي عن أحدث معجزات القديسين دول، ودي كانت بتتكتب بطريقة واحدة، وده معناه ان في ناس بتألف الحكايات دي. اشهر اللي عملوا الحكايات دي كان القمص انطونيوس حليم بكنيسة ماري جرجس بشبين القناطر، وبعدين جه القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير بمسترد اللي سيطر بعد كده على امبراطورية مؤلفات اللاهوت. 3، البركة. كانت المشكلة ان الناس بدأت تعرف القديسين اللي تم الترويج ليهم، وبدأ يروحوا المقرهم ويطلبوا البركة. لكن ايه تذكار البركة ده؟ الكنائس ابتدعت تذكارات زي زيوت للبركة او مياه من مصدر مش معروف او حتى رمال من قبر القديس. الكنائس كانت بتوزع التذكارات دي مجانا، لكن مع الوقت الكنيسة حست ان ده مش كفاية. 3، استيراد تذكارات البركة من الصين. بدأت الكنيسة تفكر في تصنيع تذكارات تتباع في معارض جوه الأديرة والكنائس، لكن التذكارات دي كانت ضعيفة الصنع ومش مبهرة. وهنا ظهر الحل من الصين. استوردوا تذكارات خاصة بالكنيسة القبطية زي صور وأقلام وأبجرات واكسسوارات وموبايلات وساعات حائط. المنتجات دي اكتسحت الأديرة والكنائس. المفاجأة كانت في استيراد تماثيل بالحجم الطبيعي للقديسين، رغم ان الكنيسة القبطية بتحرم الحاجات دي، لكن البيزنس ملوش دين. 4، صراع بارونات البركة. مع رواج تجارة الرمال والزيوت والتذكارات الصينية بدأ التفكير في تطوير الموضوع أكتر. مكار يونان كاهن الكنيسة المرقسية بكلوب بيك فكر في فكرة جهنمية. بما إن الناس بتروح للقديسين علشان المعجزات، ليه ما يبقاش المسيح بنفسه هو اللي بيعمل المعجزات دي؟ بدأ يونان في تعلم السحر الأسود، وبدأ يروج لنفسه عن طريق كنيسته، وقال إن المسيح بيعمل معجزات على إيده. الموضوع ده عمل ضجة كبيرة وزاد من شعبيته، وده خلاه يدخل في صراع مع الأم بشوي اللي كان بيسيطر على بركات القديسة ديميانا والشهيد ماري جرجس. الصراع بين يونان وبشوي كان عنيف لدرجة إن يونان اتهم بشوي إنه بيكيد له عند البابا شنودة، وبشوي اتهم يونان انه بيستخدم السحر الاسود. لكن البابا شنودة نفسه قال في كتابه سنوات مع اسئلة الناس ان المعجزات مش هي اللي بتخلص النفس، وان الشيطان ممكن يستخدم المعجزات علشان يضلل الناس. 5، فضائيات البركة. مع ظهور القنوات الفضائية بارونات البركة ما فيش مجال ما دخلوش فيه. القنوات المسيحية بقت تغزو العالم، والهدف المعلن هو التثقيف الروحي للأقباط، لكن الحقيقة ان كتير من القنوات دي اتخذت من مشاكل الملف القبطي سبوبة علشان يطلعوا الفلوس من جيوب الأقباط. القنوات دي بتستخدم طريقتين لاستمالة الأقباط للتبرع. 1، نشر الحوادث الطائفية، المغالاة في عرض مشاكل الأقباط واستدرار تعاطف المشاهدين، ومن ثم طلب التبرعات بحجة دعم المتضررين. 2، برامج اجتماعية، المتاجرة بألام الفقراء والمحتاجين وطلب المساعدات ليهم عن طريق التبرع. وفي النهاية بتسائل، هل يفيق الشعب القبطي من الغيبوبة دي؟ أتمنى لهم الهداية من الله. تابعونا في الحلقات الجاية واشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.